السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي مستنية الجزء الثاني من دكان شيل يخبط اللايك المحترم يلا، عشان بدأنا الجزء الثاني اهو. بسم الله ما شاء الله. انا بدأت دلوقتي، ما احاولش اطول لكم في الفيديوهات برضو عشان وقت ما يبقاش طويل قوي عليكم. ماشي، احنا هنا مجموعة بقى مع السكرت الافريقي وعلي معانا النهاردة، مكمل معانا الحلقة. هنا في مجموعة كذا نوع من الشكلت، في بلو دولفين مقاس كبير تمام، وفي او بي مقاسات صغيرة وسط، وفي اوبيهات بقى وانكوره تمام. دي الحده بيبتدي من 125 الاوبيهات الصغيره. البلو دولفين عامل 250 بسم الله ما شاء الله. بالنسبه بقى انواع القطع 175 ودي دي شانه، دي شانه تمام. دي برضو ايه حاجه كده محطوطه مع الافريقي درويش. بسم الله ما شاء الله. طيب خش ننزل تحت بقى على ايه، على الناس اللي ما بترحمش. البارون شارك بسم الله، احجام بسم الله ما شاء الله محترمه، مساحه حديد تمام. دي القطع عامله 450 بسم الله ما شاء الله تمام، بس احجام وحوش بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. نيجي الريد تيل كاتفيش، السمكه طبعا يعني سمعتها سيئه جدا، ان هي اللي بيجي على حد بقها بيبقى الموضوع خلص. دي احجام عملاقه، الحته عامله 250 جنيه بسم الله ما شاء الله. دي حته كده بقى ايه من نوادر في الحجم مش في النوع تمام. دي بارود شارك تمام، مقاس بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تمام. دي الحته عامله 1300 جنيه 1300 جنيه ما شاء الله. يلا مكملين مع بعض يا جماعه. ده بيكو باص، مقاس جميل جدا جدا، ينفع مع مجموعه كبيره جدا من الاقواد والمقاسات. دي القطعه عامله 200 جنيه. البيكو باص ب 200 جنيه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. ربنا يوسع عليكم يا رب وعلينا وعلى السامعين يا رب يا رب. كمل يا باشا. يلا تمام، نيجي هنا الحده فيه شويه زرق كده، شويه عسب شويه، بالظبط كده الحاجات الهاديه. في هنا جوز انجل، ده جوز متوافق بسم الله ما شاء الله تمام. ده برضو اللي عايز يفرخ هيتصل بينا عشان يعرف ازاي هيفرخ، ازاي هيحتاج المعدات اللي يفرخ بيها تمام، درجه الميه الكلام دوت. هنا دي برضو امهات تفريخ من شويه بور ريمبو تمام. دي القطع ديت امهات التفريخ قديمه يعني، يعني كان عند حد وطلعوا تفريخ بسم الله ما شاء الله. سعر ولا لا؟ سعر الجزء ب 400 جنيه بسم الله ما شاء الله. احنا الحاجات اللي ما بنقولش عليها اسعار يا جماعه، عايزين نعرف انت هتعرف تتعامل معاها ولا لا، مش عشان احنا مخبين السعر، ما انت هتتصل وتعرف. بسم الله ده بسم الله ما شاء الله. بقى حجم الجامبو دي البينو ريد اي اروانا بسم الله ما شاء الله. دي برضو من الحاجات القليله ان شاء الله النوادر الموجوده في دكان شيل، اللي احنا الحاجات اللي احنا بفضل الله عملنا بيها سمعتنا ان شاء الله مع بيكو طبعا. ربنا يوسع عليك يا رب. ومعاها سياميس تايجر، في مقاسات من اول مقاسات صغيره لحد مقاسات جامبو. في حاجات هنا 25 سنتي والله، في احجام كبيره بس هي مستخبيه ورا، هي منكمشه شويه. هي طبعا عارفين، اللي عارف السياميس تايجر عارف طبعا قشطه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. مكملين مكملين طبعا. الفخار اللي موجود في الاحواض كله فخار الاستاذ عرفه تمام. دي بعض حد عايز حاجه بالظبط. ودي كده نبذه صغيره كده، ان بقى في شغل مالح برضو علشان يبقى ايه مكملين مفاجاتنا يعني. بالزبط. اللي هيحتاج مالح متوفر ان شاء الله، اي حاجه انت محتاجها برضو، بالذات الملح بقى يبقى بالتليفون شويه عشان لو في حاجه مش موجوده نوفرها لك ان شاء الله. بالظبط كده. هنا بقى نخش على ايه، على الكتريك برو اكارا، احجام محترمه جدا جدا جدا، حجم كبير ما شاء الله تمام. حجم يعني يعدي ال 12 ل 13 سم بسم الله ما شاء الله تمام. دي القطعه ب 250 جنيه 250 جنيه ما شاء الله. طيب هنا بقى عندنا شويه، هنا شويه بقى ايه يعني زي ما انتم شايفين مش محتاجه تتقال اسمها دي اصلا بسم الله. بس دي البرانه العاديه، دي الباكو البرانه جناها نوعين، ريد بيلي دي اللي هي الشرسه خالص اللي ما ينفعش تحط معاها اي حاجه في الحوض، لكن دي الباكو. الباكو ديت بتتوافق مع انواع الشرس اللي في نفس حجمها، زي ما انتم شايفين محطوطه مع حته بارون شارك ومحطوطه مع جاينت جرامي بسم الله ما شاء الله. بس اهم حاجه في الشرس يا جماعه ناخدها قاعده ثابته كده، توافق الاحجام اهم حاجه في الشرس، توافق الاحجام والانواع ما شاء الله. والجاينت بكام؟ الجاينت عامله 750. طيب والحته البارون؟ البارون دي في الحته ديت عامله 650 650 جنيه بسم الله. عندك شارك اهو. هنا بقى الحاجات اللي برضه الزرقاء كده صح كده؟ ده معانا الحوت بفيه سوليتير، الحته عامله 15 جنيه،
وفي سولوتير سانتا كروز الحته برضه عامله 15 جنيه بسم الله ما شاء الله. وفي ابل اسنان هنا برضه الحته ب 15 جنيه. صلى على النبي معانا كده يا جماعه وادونا اللايك المحترم. ها ماشي مكملين. في برضه تشكيله فايترات اهي. ده فايتر دبل تي فايتر تيل تمام يا جماعه، مستوى عالي جدا بسم الله ما شاء الله. هو في كذا شكل هنا بسم الله ما شاء الله. الإضاءة ظلمة شوية على فكرة. اه والله يعني احنا منزلين فيديو ليه امبارح او اول امبارح، المستوى كان غير كده خالص. معانا هنا بقى نخش على ايه، على الشوية الايه الامريكي المحترم. معانا هنا سكة اورا تمام، دي القطعة ب 150 جنيه بسم الله تمام. اورا القطعة 150، ومعانا البينو بولي باتروس تمام. العرض يا جماعة معانا برضو في الجزء الثاني، واستنونا العرض برضو تسمعوه عشان الناس تبقى عارفه ان احنا عروض حقيقيه باذن الله. نيجي هنا بقى حجم اصغر من اللي كان في الجزء الاول من السكريت الافريقي تمام. دي القطعه ب 80 جنيه والبلو دولفين القطعه ب 100 جنيه بسم الله ما شاء الله. نيجي هنا الجوينت جرامي تمام، ده اللي هو المفروض اللي بيتقال عليه ريد تيل. دي القطعه ب 175، ومعانا جوه بارون شارك مقاس صغير تمام، دي قطعة ب 150 جنيه. وتايجر تشيفر نوز تحت اهوت، دي قطعة ب 250 جنيه. وفي حتة الكتريك بلو جاك دامسي أي. بسم الله ما شاء الله، دي حتة برضه مقاس محترم، دي عاملة 250 جنيه ما شاء الله. لايك يا جماعة، انتوا لو شايفين الحر واللي احنا فيه يعني بتعذب والله، والله كله عشان خاطركم. معانا هنا جرين تكسس شورت بادي حجم 4 5 سنتي، ده عليه عرض الاربع قطع ب 100 جنيه. ده العرض بتاعه ب 100 جنيه، الاربع قطع 100 جنيه. الله اكبر. نيجي هنا الكتريك بلو اكارا، ده حجمه اصغر شويه، ده حجمه اصغر من الحجم الثاني، دي عامله 175 جنيه. الله اكبر. لايك يا جماعه، خش على اللايك، عايزين نوصل 2000 او 3000 لايك في الفيديو يا جماعه. دي ريدي سناك هيد تمام، سمكه يعني اللي بيجي على مقاس بقى اكتر من زي ما بنقول بسم الله ما شاء الله، يعني سمكه سفاحه. ده المقاس ده عامل 200 جنيه ما شاء الله. ده ريمبو شارك مقاس محترم تمام، الحته عامله 100 جنيه ما شاء الله على الريمبو شارك. ماشي الحوض ده برضه فيه تشكيله كده، فيه بلو بارود، ومعانا بلاتينيوم بارود، ومعانا سيلفيني، والكتريك بلو جاك دامسي. البلو بارد والبلاتينيوم بارد يا جماعه دي ذكوره ونتي، باينه ذكوره ونتي يعني مش شبابات. يعني هتاخد بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمك ويبيد عندك. شغاله على طول. بالظبط. دي القطعه عامله 50 جنيه. ما شاء الله. الكتريك بلو جاك دامسي الحته عامله 150 جنيه. بصوا يا جماعه احنا عاملين ازاي؟ انا بس عايز اوضح لكم. ميه والله. فيعني عايزين لايك محترم ربنا يخليكم يعني. لينا يعني. حسوا بينا، حسوا بكم ربنا. انا هوريكم عامل ازاي بس، بص انا عامل ازاي؟ النضاره بتزحلق. ربنا يصلح حالنا وحاله يا رب. هنا بقى حوض من ال وادي الرايق الفاخر على الفاخر يعني. اه والزومبي مشرفنا اهو برضه، ده شغل استاذ عرفه. ماشي ربنا يخلينا مع عرفه والله. الناس المحترمه بجد والله العظيم. الحوض ده فيه البينو هيكيري، فيه مقاسين، فيه المقاس الصغير عامله 450 جنيه، والمقاس الكبير عامله 750 جنيه. ما شاء الله. ومعانا سبوتد سيلفر دولار القطع عامله 150 جنيه. ومعانا بلاك بيرد القطعه عامله 200 جنيه. وفي سيجار فيش القطعه عامله 125 جنيه. ربنا يوسع عليك يا رب وعلينا. وفي هنا برضه عمنا المستخبي الفاير ال. اه. الحاجات دي اللي بتستخبى. اه بالظبط ف ماشي، خلي سعره بقى مع حجمه عشان ما نتكلمش عن حاجه مش بالظبط. نيجي هنا في بلاك جوست. هو برضه بيستخبوا. بص ده حجمه ما شاء الله يعني. مقاس كبير بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله الله اكبر. دي القطعة عاملة 350 جنيه. ماشي وفي فاير ايل برضه مستخبي اهو. ماشي نجيب لكم الفاير ايل برضه بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. يعني احجام محترمة. احجام بدأ صوتنا يقطع، عايزين صوتنا يقطع تاني. تعبت من الشمس. طيب في اسعار هنا؟ البلاك جوست عاملة 350 جنيه، والفاير ايل فيه كذا مقاس في الحوض. فهيبقى برضه على اتصال. ماشي. نيجي هنا بقى الحوض فيه شوية أمريكي كده إيه؟ مستخبيين. في هنا سيرفر فيجا، دي القطعة عاملة 250 تمام،
وفي فيجا ماربل القطعة عاملة 350، وفي جوز كونفكت زبرا حتة ألبينو وحتة زبرا. الكونفكت ده جوز متوافق، الجوز ده عليه عرض الجوز ب 200 جنيه. بسم الله ما شاء الله، تفريغه سهل يا جماعه. احجام يعني الاحجام دي ما بنشوفهاش كتيره في التفريخ، لان هو بيفرخ على حجم اصغر من كده، بس دي امهات. انا مش فاكر مين طلبهم مني يا جماعه، بس لو في حد بقى من الناس في حد طلبهم مني هم موجودين اهو عشان ما يدورش عليهم. الله ينور. نيجي هنا بقى للقرش الصيني هاي فيلوتش، سمكه هاديه جدا، سمكه يعني غلبانه غلب السنين، مقاس محترم جدا، الحته عامله 400 جنيه ما شاء الله. نيجي لعم المستخبي كل لوتش، تمام، في مقاس هنا وفي مقاس هنشوفه تاني، ده الاربع قطع ب 100 جنيه نيجي هنا دي بريست النوز مقاس 4 سنتي. بسم الله ما شاء تمام الله. دي عادي وهاي فيل، تمام، دي القطعه يا جماعه عامله 75 جنيه ما شاء الله. نيجي هنا بقى حواد الزرع وكاسحة الطحالب الفلاينج فوكس، تمام، دي التلاتة يا جماعة ب 100 جنيه ومعاها باندا كاتفيش القطعة ب 35 جنيه. الله أكبر، قولوا الله أكبر وصلى على النبي يا جماعة كده واخبط اللايك. نيجي هنا يا جماعة ده سكيرت تترا، تمام، متاح عندنا أربع ألوان، البينك والأزرق والأحمر، تمام، وفي الأصفر تحت هنا. قطعة ب 60 جنيه. قطعة ب 60 جنيه زي ما انتم شايفين الالوان بتنور، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. نيجي هنا ده بلاتينيوم بارود مقاس شبابات، ثلاث قطع ب 100 جنيه. ثلاث قطع ب 100 جنيه بلاتينيوم يا جماعة. ومعانا في الحوض ده برضه البينو دولفين. مش باين. ما هو مقاس صغير. ده برضه من الحاجات اللي بتيجي قليل عندنا عشان هو يعني سمكة مميزة جدا. بكام؟ هي القطعة ب 150 جنيه. ما شاء الله. نيجي للحوض دوت، ده الكتريك بلو اقارا، وكل لوتش مقاس محترم جدا، صحه حديد، السمكه بطنها مليانه واكله، السمكه مظبوطه. بسم الله ما شاء الله. ده الكتريك بلو اقارا ده الحته عامله 125، ومعانا كل لوتش الحته عامله 250. ما شاء الله، ربنا يوسع عليك يا رب. تمام. هنا بقى نيجي للزبره الخضراء، تمام، دي القطعه عامله 15 جنيه، وفي عرض النهارده متابعين القناه الثمان قطع ب 100 جنيه، الثمان قطع ب 100 جنيه يا جماعه. العرض ده لحد يوم ايه؟ عشان احنا كده بادئين العرض ده من هنقول من ليله الخميس او الجمعه. بالظبط كده. العرض هنقول في اخر الفيديو العرض لحد يوم كام. ماشي. تمام، ده معانا الحوض دوت فيه افريقي متنوع، فيه يلو لاب، فيه كيني، فيه انواع، كام قطعه او بي، ده القطعه ب 75 جنيه. ما شاء الله. تمام، وفي البينو تونفويل مقاس صغير القطعه 75 جنيه. وفي قطعة كبيرة عاملة 250 جنيه. اهي يا جماعة عمالة تجري، في برضه هبينها لكم هنا تاني. ايه؟ هو في حاجة فوق ده توم فويل بارب البينو عادي. البينو توم فويل بارب، تمام؟ ده قطعة ب 150 وفي معاه بارود ريد ويلو. ليلو ورا هنا. بسم الله. تمام، دي القطعة البارود القطعة عاملة 350 جنيه. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. طب يلا يا احمد بقى تعالى كده كلمنا كده بقى، قول لنا عن العرض بتاعنا. بص يا جماعه، العرض بتاعنا ان شاء الله اي حد هيجي يشتري بقيمه 200 جنيه اي حاجه من انواع السمك هياخد كاش باك 10% من اول 200 جنيه للكاش باك 10%، تاخد بيهم اي حاجه ثانيه ببلاش. طيب ال 1000 جنيه من فوق ال 1000 جنيه خدت ب 1000 جنيه فيما فوق هتاخد 20% كاش باك. هو ده الكلام بقى اللي احنا عايزينه. 20% كاش باك يا جماعه، لما تاخد من اول 1000 جنيه مشتريات هتاخد 20% كاش باك تشتري بيهم اي نوع من انواع السمك او من اول 200 جنيه هتاخد 10%. ماشي. 200 جنيه هتاخد 10%، هنوصل ل 1000 جنيه فيما فوق هناخد 20% كاش باك. طب عايزين اللايك المحترم للكلام الجميل ده يا جماعه، وشكرا جدا للمتابعين يا جماعه. نورتونا يا جماعه. ادينا الرقم تاني بقى دلوقتي. الرقم 010 8 77 35 47. طيب احنا متوفرين طول ايام الاسبوع؟ احنا طول ايام الاسبوع من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 10 مساء، ده طول ايام الاسبوع. ما شاء الله. نيجي بقى ليوم الجمعة اللي هو يوم السوق، بنبقى متواجدين من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 8 بالليل. زي الفل، من 7 الصبح ل8 بالليل. ل8 بالليل، ولو حد محتاج حاجة أكد عليها قبل ما يجي برضه موجودة أو مش موجودة بالتليفون. بالظبط. ماشي يا عم علي. حبيبي شكرا يا بابا، نورتنا يا استاذ سامح ونورتنا. وانا برضو طالب من الناس اللي بتتابعنا عشان برضو الناس تبقى عارفه احمد اخو علي دكان شيلد هو تعبان، فبتمنى من الله الشفاء لينا وليه،
وعايزين دعوه جميله كده ان هو يعدي على خير، عنده مشاكل كده شويه في ايده، فعايزين الناس تدعي له وربنا يعفو عنه ويشفيه. دعوه صار الغايب كده، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. وشكرا جدا يا جماعه، السلام عليكم.